السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في حلقة جديدة من النطق الصحيح للقرآن الكريم، واليوم الصفحة رقم 85 من سورة النساء الجزء الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قيل على كلمة الآخر تفيد هنا الوقف أولى مع جواز الوصل هنا. والذين، هذه اللام المشددة لا تمسكها، لا تطل جريان الصوت فيها حتى لا تصير معاك رخوة، لأن اللام ليس من صفاتها الرخاوة، لكن البينية من صفة اللام لين عمر يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، وهذه اللام اسمية مدغمة مرققة. فانتبه ولا بس حتى لا تقول والذين، هكذا طولت اللام، فننتبه الصحيح والذين، ولا تتكي على الذال دائما. كلمة الذين احرصوا على عدم الاتكاء على حرف الذال. والذين ينفقون، هذا خطأ، ويصير عندك نبر ذين، هذه أيضا خطأ. والذين، بس بهذه الطريقة بسلاسة وسهولة، يعني باللطف في النطق بلا تعسف، والياء بعدها سكنة ما الطبيعة حركتين. ينفقون، عندك يا مضمومة نون ساكنة، البعض يسحب ضمة الياء إلى النون يقول يوم، وأنت تمسك المرآة وانظر إلى المرآة وانظر ماذا تقول. إذن والنون مع الفاء ثنايا العليا إلى باطن الشفة من غير إطباق للشفاء حتى لا أخنق الغنة ولا أجعلها ميم، ولا تقول هذا إظهار، لقد ذهبت بالنون إلى مخرج باللسان إلى مخرج النون اللساني، وهذا خطأ، هذا ليس إخفاء. إذن وين أروح؟ أروح أنا إلى مخرج الفاء. ينفقون، لا تقول لا تضم الشفاه وأنت تأتي بالإخفاء متأثرة بضمة الياء. خلص الحركات، هذه هي الغاية من هذه الحلقات أحبتي في الله. ينفقون كسرة الفاء، ثم عندك القاف مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة، نضم الشفاه دائما في المضموم، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققة، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم قون، واو ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين. أموالهم، دائما أتكلم في هذه الميم الساكنة، البعض يقول يقلقلها، وهذا خطأ، ليست من أحرف قطب جد، ليست من أحرف القلقلة، فيجب أن ننتبه لهذا الموضوع أحبتي. هكذا جبت البينية وهذا هو الصحيح، وتتجلى صفاته في الحروف الساكنة. ألف ساكن قبلها واو مفتوح ما الطبيعة حركتين. أموالهم، هم كل كلمة تنتهي بالها والميم وكاف ميم تاء ميم، لا أفخمها لا أكبر قطر التكوير، أقول أمواله هم خطأ، أمواله هم، أموالهم ميم مظهرة وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي. أموالهم رئاء، لاحظتم كيف سمعناها الميم في الوقف والوصل؟ الميم تسمعها لازم تجيب المخرجين الشفوي والخيشومي للميم. رئاء، لديك الراء مرققة لأنها مكسورة واجتمع حرف المد والهمزة في كلمة رئاء، فيكون المد واجب متصل أربع أو خمس حركات. رئاء، شوف ما تقول رئاء الناس، تبتسم بالشفة تميل الألف وصوتها غير مستساغ وما حلو، وتسحب اللسان إلى الخلف وتجعل اللسان منبسطة، خليك بس بالتباعد بين الفكين واللسان مرتاح. رئاء الناس بهذه الطريقة. الناس، اللام شمسية لأن جاء بعدها حرف مشدد للسهولة، وإذا جاء كان حرف متحرك فقط كان قمري. والنون مشدد الغنة أكمل ما تكون. شوف الناس، والبعض ينبرها الناس ولا نا نا، هذا هو النبر، انه تمكن الصوت تعلي الصوت وانت تنتقل الى الحرف الالف. ان خطأ، ان
هكذا. الألف ساكنة قبلها نون مفتوح ما الطبيعي حركتين، ولا ألف ساكن قبلها لام مفتوح ما الطبيعي حركتين، يؤمنون. الهمزة الساكنة التي تأتي في وسط الكلمة نفكك الكلمة إلى مقطعين، المقطع الأول ينتهي بالهمزة والمقطع الثاني يبدأ بالحرف الذي بعد الهمزة، يعني ماذا أقول؟ يؤمنون، المقطع الأول مينون مقطع الثاني، ولا تسحب ضمة الياء إلى الهمزة تقول يؤ، يعني تنطق الهمزة وأنت شفاه مضمومة متأثرة بضمة الياء. يؤ خطأ، يؤ مينون. ليش أنا عاد أدرب هالشكل حتى أنا لا تقلقل معي؟ البعض يقلقلها يقول يؤمنون يؤمنون وهذا خطأ، أو يطلع همزات عديدة يؤمنون وهذا أيضا خطأ. إذا لازم تقفل الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق، وهذا يكون واضح وين؟ في الهمزة الساكنة في وسط الكلمة. اكسر الميمة جيدا، عندك واو ساكنة قبلها نون مضموم ما الطبيعي حركتين، يؤمنون بالله، باء مكسورة أي بي، حرف البي الإنجليزي نفس صوت الباء المكسورة العربي، بي بالله، وبما أن اسم الجلال الله سبق بكسر فتكون اللام مرققة، ولا أقول بالله ولا باليوم الآخر، هكذا إمالات للألف خطأ. الصحيح بالله مهما كان الاسم الجلال في ترقيق اللام فهو عظيم، ما قل بالله ما مستساغ، إذا بالله هكذا. ولا ألف ساكن قبلها لام مفتوح ما الطبيعي حركتين، باليوم كسرة الباء نركز عليها، وشوفوا كيف أنه اللام في كلمة باليوم الآخر اللامات قمرية، يعني يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة. ليش قمرية؟ جاء بعدها حرف متحرك ياء، باليوم مفتوح همزة مفتوحة في كلمة الآخر، لهذا راح نقراها باليوم الآخر. وتذكروا قد كلمة اليوم واو ساكنة قبلها ياء مفتوح واو لين، ما تقول ولا باليوم الآخر تنبرها شكل وكانه جعلت الواو مشددة وأنت أضفت حركة إلى حرف ليس موجودا في القرآن. لازم تكون بليونة وسلاسة، ولا باليوم الآخر آخر هكذا بهذه الطريقة. لدينا في كلمة الآخر الألف ساكن قبلها همزة مفتوح مد بدل حركتين، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة، خامسة مكسورة، وأقف على راء ساكنة قبلها مكسور تكون مرققة، وفي الوصل أيضا تكون مرققة لأنها ستكون الراء مكسورة. الآخر ومن الآخر، لازم أسمع الراء هكذا تكون مرققة. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن يكن، دائما عندي مشكلة في النون الساكنة والتنوين، انه اللي يجي وراها يا انا اجعلها يا صافية، ومن ما في غنة، ومن وهذا خطأ، لازم تجيب غنة. ومن بهذه الطريقة، ومن يكوني، وهنا لازم أركز على كسرة النون قبل أن أنتقل إلى كلمة الشيطان حتى لا أختلسها أقول يكونش يكونش يكونش، هذا خطأ، يكوني الشيطان. بهذه الطريقة أنت جبت كسرة النون. الشيطان اللام الشمسية جاء بعدها حرف مشدد، الشين تفشي، حرف صفة التفشي خاصة بحرف الشين، أش من غير أش لا إعمال للشفاف، انتبه انظر إلى المرآة، تقول أنت أش أرجع وتدرب أش، دائما ركز لي على وسط اللسان والتفشي داخل الفم مو بالشفاه طلعها للأمام. الشيطان يا أولين ساكنة قبلها شين مفتوحة، ما أقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أنت شكل تنبر ولا ينبغي لك هذا لأنها يا أولين لا تشددها. طاء مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف طاء، لا تقول الشيطان، لا تكور الشفاه، دائما المرآة أمامك وأنت تتدرب على نطق حروف الاستعلاء السبعة خصة ضغط قيض المفتوحة والمفتوحة بعدها ألف. الشيطان شيطان وليس طو، انتبهوا، نو له نو نضم الشفاه فيها وهي مرققة، له شوف هنا راح يكون عندي مادة صلة صغرى وأضم الشفاه، له قرينا القاف
مفخمة في الكلمتين لأنه قارينا فساء قارينا، القاف مفخمة مرتبة ثانية في الكلمتين مفتوحة، فلا بد لي ألا أكور الشفاه قارينا، وهذا خطأ. الراء مرققة في الكلمتين يعني مكسورة، قارينا وبعدها ياء ساكنة، ما الطبيعة؟ حركتين تنوين مع الفاء، قارينا. شوفوا كيف الثنايا العليا إلى باطن الشفة من غير إطباق للشفة، حتى لا أخنق الغنة ولا أجعلها كأنه ميم. قارينا فساء، في كلمة فساء اجتمع حرف المد والهمزة ففي كلمة واحدة، إذا راح يكون عندي مد واجب متصل 4 أو 5 حركات. فساء، ما تقول فساء، لا تمل صوت الألف. فساء قارينا، ولا تقول قارينا، ونقف بمد العوض في الكلمة الثانية من كلمة قارينا لأنه لدي تنوين فتح. حركتين، قارينا وليس قارينا، لا تمل الألفات. إذا استمريت تنوين فتح قرينة مع واو وماذا، إدغام بغنة، قرينة وماذا، بهذه الطريقة إذا استمريت. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. جيم جواز الوقف هنا. وماذا، مدود طبيعية، ألف ساكن قبلها ميم مفتوح، ألف ساكن قبلها ذال مفتوح، مدود طبيعية. ولا تقول وماذا، لا تمل الألفات، لا تبتسم في الشفاء، انظر إلى المرآة، اللسان مرتاح. وماذا، وليس تسحب اللسان، بس تبتسم أنت راح ينسحب اللسان، من ينسحب اللسان رأسا يصير عندك إمالة بالألف، وباعد بين الفكين. وماذا، وما، وليس وماذا، انتبهوا. عليهم يأولين، لو واولين، فلازم أنا أجيب اللي هنا والسلاسل لأنه يا ساكنة قبلها مفتوح، واو ساكنة قبلها مفتوح. عليهم لو آمنوا، مو أنت تصرخ، أنت تدعوهم إلى أنه يعني أنه يكونون يؤمنين، يعني إيش كان صار عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ما تصرخ عليهم. وماذا عليهم لو آمنوا لا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله، بهذه الطريقة. جبنا ياء اللين وجبنا واو اللين. آمنوا ألف ساكن قبلها همزة مفتوح مد بدل حركتين، آمنوا واو ساكن قبلها نون مضموم مد طبيعي حركتين، بالله الباء مكسورة، لازم أنا أجيب صوتها صح، ما أقول بال بالخطأ، بال هذا هو الصح. الثانية بي بال، واللام تكون مرققة في اسم الجلال الله لأن مسبوقة بكسر. الاسم اسم الجلال الله إن كان مسبوق بفتح أو ضم تفخم اللام الله، وإذا كان مسبوق بكسر أو ياء ترقق اللام بالله بهذه الطريقة. ولا أقول بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما، كل هذه إمالات ما حلوة، الله يرضى عنكم، انتبهوا، باعدوا بين الفكين حتى تطلع الألف مضبوطة عندكم وتطلع اللسان مرتاح. بالله واليوم، اللام اللام من كلمة اليوم الآخر تكون قمرية لأن جاء بعدها حروف متحركة. ابغي حجك وخف عقيمه، هذه الحروف القمرية إذا ما كنت أنا حافظها، بس أنظر إلى بعد اللام متحرك ولا مشدد، متحرك قمري، مشدد شمسي، شدد شمسي، شفتم الشين مشدد شين شمسي، حتى رأسا للسهولة. إذا اليومي الآخري يعني أبين البينية، واليوم الآخري، والواو في كلمة واليوم كما مر معنا في الآية التي قبلها تكون واو لين لأنها ساكنة قبلها مفتوح، ما تنبرها واليوم الآخر، خطأ. واليوم الآخر، ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة في كلمة الآخر مد بدل حركتين، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة، خامسة مكسورة، الراء مرققة لأنها مكسورة. وأنف، شوف ينف، أنف أنف أنف، قل أنف حتى أنت تجيب الثنايا العليا لباطن الشفة، ولا تقفل أنف أنف، لا أنف أن، وأنفقوا، ما تقول وأن وأن، طلع لي صوت غريب بالغنة، وأنفقوا خطأ. وأنف، أعطيني إحساس النون مع الفاء،
هذا هو الصوت اللي يريد أسمعه بالغنة. وأنفقوا بهذه الطريقة، والقاف مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة، بعد ذلك واو ساكنة ما الطبيعي حركتين. وأنفقوا مما، كسرة الميم الأولى، ميم الثانية مشددة، الغنة أكمل ما تكون، لا تنبر ميم المشددة والنون المشددة، تقول مما رزقهم. هذه ربر خطأ. الصحيح مما رزقهم الله بهذه الطريقة. ألف ساكن قبلها ميم مفتوح، راح يكون عندي ما الطبيعة حركتين. را را مو رو رو، لا را را، لا تكور الشفاه، هي مفتوحة فتكون مفخمة الراء، فتقول را ز ق، ولا تفخم الزاء، تقول رازق رازا ز ز، لا يوجد لدي ز، يوجد لدي ز زي زو أز رازق رازق. القاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، والهاء والميم هنا انحصرت ما بين القاف المفخم مرتبة ثانية، وبما أنه مضموم الميم قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من اسم الجلال الله، فممكن أن أقول همو رزقهم الله، وهذا خطأ. لازم تخلص المرقق من أن يفخم إذا جاور المفخم. رزقهم رزقهم الله بهذه الطريقة. لازم أنت ترقق الهاء والميم. الله مش الله الله، هذا خطأ. صدقوني لقد رأيت كثير من القراء ومكتوب القارئ كذا وكذا في التيك توك ويقرؤون القرآن ليل نهار ويقرؤون الله الله الله، وهذا انتبهوا هي أصلا مفتوحة، فلماذا تكبر الشفاه؟ التكوير يكون لما يكون عندي مضموم. رزقهم الله، وأقف بهاء ساكنة باهتزاز الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلقة يجري فيها الصوت والنفس. وكان الله بهم عليما، وكان بعض المرات إيش واحد يقرأها وكان الله وكان الله، ليش تنبرها؟ ما موضع نبر، ليش تنبرها؟ ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعي، وكان الله، ليش وتنبر لي الله أيضا؟ وكان الله بهم، ليش؟ وكان الله بهم عليما، مش وكان الله بهم عليما. فننتبه لأن النبر ما حكم من أحكام التجويد، ما بكيفك تجي وتخليه على أي كلمة. عندك مواضع خمسة وحكيناها وموجودة المواضع الخمسة للنبر في القرآن، اكتب في الجوجل راح تطلع لك. ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ليست موضع نبر، اللام المشددة ليست موضع نبر، فلماذا تنبرها؟ فننتبه. ونون مفتوح كان ن مرققة قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله، نقول وكان الله بهذه الطريقة. وكان الله بهم، كسرة الباء لازم مثل أي بي أي بي بي بهم، حتى أجيبها صح، ما أختلسها أقول بهم بهم، لا بهم ميم مظهرة بهم مع، شوف أسمع صوت أجيب المخرج الشفوي والخيشومي، بهم عليما بهذه الطريقة. الياء ساكنة في كلمة عليمة، جاء قبلها لام مكسور ما الطبيعي حركتين، ونقف بمد العوض حركتين، عليما هذا التنوين يصير عليما، وإذا استمريت راح يكون عندي إظهار لأن جاء بعدها همزة إن، عليما إن، اسمعوا الإظهار عليما إن بهذه الطريقة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، صلة تفيد أن الوصل أولى مع جواز الوقف هنا. إن هذه الهمزة المكسورة التي تأتي قبل نون فيها غنة، نون مشددة أو نون فيها إخفاء، فممكن أمطها أقول إن، هذا خطأ، أو أختلسها إن إن، هي آئي أو آئي إن، هكذا أنا ما اختلستها، جبت كسرة مضبوطة للهمزة من غير مط ومن غير اختلاس. إي إن، هذا النون المشدد الغنة أكمل ما تكون، النون الثانية مفتوحة قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله. إن الله بهذه الطريقة، ولا أقول الله
دائما أكرر، دير بالك تكور الشفاه في نطق اسم الجلال الله، الله وليس الله، فانتبهوا. الهاء مرققة، إن الله لا، ألف ساكن قبلها لام مفتوح، ما الطبيعة حركتين، يا مرققة، ظا مفخمة مرتبة رابعة ساكن، ولازم أنطري خاوة للظا، شوف ما أقول يض كأنه ترجف عندي الظا، فلازم أنطيها استقرارية يا، وأنطيها تفخيم مرتبة رابعة، يا لا أفخمها أقول يا، لا يا، يظلم، ورقق اللام والميم، مثقال، الميم مكسورة، مي، الثاء مخرجه ضعيف يحتاج إلى جريان للصوت والنفس، مثقا، ولا أقول مثقو، لا تكور الشفاه في القاف المفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى، تقول مثقو، لا، مثقال، ألف ساكن قبلها قاف مفتوح، ما الطبيعة حركتين، وتفخم هذه الألف تبعا للقاف، ذرة، شوف الذال مرققة، الراء مفخمة لأنها مشددة بفتح، والراء الساكنة منها تفخم تبعا لما أدغمت فيه، فقد أدغمت في الراء المفتوحة فتصير ذرة، ولا أقول ضرة، ولا أقول ضا، ضا، أفخم الذال، ذا، ذرة، تاء مربوطة أقف بها، وهام ما مهموسة ويجري فيها الصوت، وباهتزاز الأوتار الصوتية ورخاوة، ذرة، هكذا بهذه الطريقة، ولا تكرر الراء، ذر، هكذا، وأخفي تكريرا إذا تشدد، يعني إذا شددت الراء لا تبين التكرير، لازم تبينه، ولا تقول ذرة، هكذا تكور الشفاه وهي راء مفتوحة، فننتبه. إذا استمرت ذرتي وإن، تنوين كسر جاء بعدها واو وإن، إدغام بغنة، لكن أتم الكسر ثم أدخل في الإدغام. اسمع، ذرتي وإن، حتى لا تقول ذرتي و، تيو خطأ، تيو وإن، هكذا. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن تكون الهمزة هذه مكسورة، النون بعدها ساكنة، جاءت بعدها تاء إخفاء، فأيضا هنا لا أمط، لا أقول وإن ت، خطأ، أو وإن، اختلاس، خطأ، إي وإي، وإنت، 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 لا تذهب إلى النون، إلى مخرج النون اللساني، تقول وإن، إن، هذا إظهار، لازم تروح إلى مخرج التاء، وإن تكو بهذه الطريقة، تكو، تكو، رأسا، تكوح، 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 كأنه أنت الكلمة واحدة، التاء والكاف حسنة، تكوح، تكوح، حتى لا تطولها، تكوح، لا تطولها، سويها واو، ننتبه لهذا. حسنة تن، تنوين جاء بعدها يا يضاعفها، هذه لا تجعلها يا صافية، تقول حسنة يضا، هذه يا صافية، لازم تجيب غنة، حسنة، حسنة يضاعفها، يو مرققة، ضاد مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف، واكسر العين جيدا، والفاء ساكنة، والفاء والحروف الساكنة تتجلى فيها الصفات، يعني الفاء مهموسة ويجري فيها الصوت، مهموسة يعني يجري فيها النفس، والصوت يعني رخاوة، يضاعف، لا تقول يضو، يضو، يعني كأنه الضمة الياء قبلها تخليني أستعد أنه أنا أضم الشفاه في الضاد، وأقول يضو، خطأ، يضاعفها، هكذا بهذه الطريقة. وألف ساكن قبلها ها مفتوح، ما الطبيعة حركتين، ويؤتي الهمزة، دائما عندي مشكلة في الهمزة الساكنة في وسط الكلمة، أعملها مقطعين، ويؤتي، ويؤتي، ويؤتي من، بهذه الطريقة أنا خلصتها، وما أسحب ضمة الياء إلى الهمزة، أقول ويؤتي، أنطق الهمزة، ولا زالت الشفاه متأثرة بضمة الياء، ولا أقلقلها ويؤتي، إذا لم أقفل الأوتار الصوتية جيدا راح تتقلقل معايا الهمزة، ويؤ، ويؤ، ويؤتي، خطأ، أو ويؤ، عدة همزات، إذا ويؤتي، ويؤتي، هكذا.
وصفينا الهمزة من أن تضم. من لدنه كسرة الميم نون لام إدغام بغير غنة، راح أكل النون، ما أسمع صوت للنون أبدا. من لدن، وتصير ولو تلاحظوا أنه صارت الشدة على اللام، يعني صارت لام مشددة ما أطيل جريان الصوت فيها، أمسكها من خطأ. من لدنه بهذه الطريقة، النون مع الهاء في كلمة لدنه، إظهار نون ساكنة بعدها الهاء من أحرف الإظهار الستة التي هي أخي، هاك، علما، حازه، غير خاسر. أول حرف من كل كلمة في هذا البيت الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. من لدنه، لدنه، شوف لازم أنا أجيب الضمات، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، بهذه الطريقة. أجرا، حتى لا تقول أجرا. قطب جد، حروف القلقلة، إن سكنت في وسط الكلمة قلقلة صغرى، وإن سكنت في آخر الكلمة قلقلة كبرى، فلا بد لك أنه تأتي بالقلقلة تضرب المخرج وتهرب اضطراف المخرج. أج أج أج، ما تقول أج، لا تقف ولو جزء من الثانية في المخرج. أجرا، هكذا بهذه الطريقة. الراء مفخمة للتنوين فتح، تنوين عندي جاء بعدها عين عظيمة، راح يكون عندي إظهار كما ذكرت في لدنه الهاء من أحرف الإظهار، العين من أحرف الإظهار، لازم تسمع الإظهار النون. أجرا، شوف، أجرا عظيما، لا تأكل النون، عظيما، العين مرققة، الضاء مفخمة في كلمة عظيمة، مفخمة مرتبة أخيرة خامسة، فالبعض يقرأها عظيما، وهذا من الأخطاء الشائعة فننتبه. إذن عظي، والياء أيضا أصفيها عظيمة، ياء ساكنة قبلها ضاء مكسور، راح يكون عندي مد طبيعي حركتين، وأقف في مد العوض تنوين عندي فتح حركتين عظيمة. لكن إذا استمريت تنوين فتح جاء بعدها فاء فكيف؟ إذا إخفاء نو إظهار إخفاء عفوا الثنايا العليا مع باطن الشفة عظيما، ف عظيما فكيف، بهذه الطريقة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف، البعض رأسا يقرأ هذه فكيف إذا، طيب فكر بس للحظة، وانت قرأت الأحكام هذه ياء لين ساكنة قبلها مفتوح، فلماذا تنبرها؟ هذه لازم تخرج بليونة وسلاسة. فكيف إذا جئنا، لاحظتم إذا كسرة الهمزة لازم أنا ما أختلسها، إذا إي، إذا ألف ساكن قبلها ذا المفتوح ما الطبيعة حركتين، جئنا كسرة الجيم والهمزة الساكنة جئ نا، شوف جي، خلاص خلصت نا، جي نا، لا أقول جي نا هذه قلقلة، أو جي نا هذه عدة همزات، فلازم أنت تعملها مقطعين وتقفل الأوتار الصوتية جيدا حتى لا تقلقل معك أو تخرج عدة همزات. جي نا، بهذه الطريقة. ألف ساكن قبلها نون مفتوح، راح يكون عندي مد طبيعي حركتين في كلمة جئنا، من كسرة الميم نون كاف، منك، منك يعني إخفاء، يعني أذهب إلى مخرج الكاف، منك، من كل، ما تقول كل، كو، لا تكبر قطر التكوير حتى لا تفخمها الكاف، الكاف دوما مرققة، من كل، بهذه الطريقة، ولا تطل جريان الصوت في اللام المشددة، كل، هكذا طالت، هكذا صارت رخوة، واللام ليست رخوة، اللام بينية، من كل أمة، أمة، الهمزة مضمومة ضمها والميم مشددة غنك مال ما تكون، ما تقول أمة، أو لا، أمة، تنوين كسر جاء بعدها باء بشهيد إقلاب، لأنه أحد الأحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب يحدث عند الباء تقلب إلى ميم، ولو رأيتم المصحف هنالك ميم مرسومة تحت التاء المربوطة، أمة من غير كز للشفاة، أمة بشهيد، بهذه
هذه الطريقة. بي شهيد كسرة الباء، أي بي سي، دائما تذكر حرف البي، صوت البي الإنجليزي حتى أجيب الباء المكسورة العربي. بي شهيد تنوين كسر، جاء بعدها واو وجئنا، هذه لازم تكمل الكسر، لا تختلسها، لا تنشغل بالإدغام وتختلس لي كسرة حرف، فتقول بشهيدي بشهيدي وجئنا، هذا اختلاس كسرة الدال. إذا بشهيدي هذا هو إتمام الكسر، إتمام الحركات، بشهيدي وجئنا، وأضم الشفاه فيها، إدغام بغنة، التنوين مع الواو ينمو، هذه أحرف الإدغام بغنة. وجئنا مرت معنا في بداية الآية أنه أنا أعملها مقطعين، وجي وجئنا وجي وجي، لا أكسر الجيم والهمزة، لا تقلقلها وجئنا أو وجئنا، لا وجئنا وجئنا وجئنا، ألف ساكن قبلها، نون مفتوح ما الطبيعي حركتين، بك كسرة الباء على ما الطبيعي، ألف ساكن قبلها لام مفتوح حركتين، ها حرف المد، أو أولائي، هذا أول مد اللي هو كلمتين مد جائز منفصل يمد حركتين من طريق الطيب 4-5 من طريق الشاطبية، ثم في كلمة أولائي أو أولائي اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مد واجب متصل. إذن الأول مد جائز منفصل ثم مد واجب متصل في كلمة هؤلاء، ها لا تقول ها، هؤلاء شهيدا بهذه الطريقة، لاحظتم أحبتي؟ فلازم أنت تحرص على أن تأتي بالمدود مثل ما هي وأحكامها. شهيدة كسرة الهاية بعدها ساكنة من الطبيعة حركتين، أقف بمد العوض لأنه تنوين فتح، شهيدة حركتين. إذا استمريت شهيدا تنوين جاء بعدها يا، يومئذ إدغام بغنة، لا أجعلها يا صافية، شهيدي، هذه يا صافية، إذا شهيدي يومئذ، شهيدي يومئذ بهذه الطريقة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وولين لازم تركز لي عليها، ما تجي انت راسم تصرف لي يومئذ يومئذ، لا يومئذ كسرة الهمزة ثم عندك تنوين كسر ذن جاء بعدها ياء يود، لا تجعلها يا صافية، إدغام بغنة، يومئذ، شوف ذين، أتم الكسر، ما تقول يومئذ ذي، لا ذي يود، لازم نطلع غنة فيها، ما طلعها يا صافية، يود الذين، 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 لام اسمية مدغمة مرققة، هذه اللام مشددة لا تطل جريان الصوت فيها حتى لا تصبح رخوة، اللام ليس من صفاتها الرخاوة، اللام من صفاتها البينية لين عمر، هذه الأحرف لام نون عين ميم راء، ولا تتكئ على الذال، يومئذ يود الذين كفروا، ليش تتكئ على الذال؟ هذا تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وياء ساكنة بعدها ما الطبيعي حركتين، كيف نقراها؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، هم في ندامة يومئذ بعد إيش؟ بعد ما فات، بعد ما حصل اللي حصل، لا ينفع لا حسرة ولا ندامة، هم في ندامة، زين؟ فانتبهوا، لأن عصوا الرسول وكفروا، نسأل الله العفو والعافية، فإذا لازم تبين الندامة في الكلام، هم ندمين، بس بعد إيش الندم؟ لا ينفع يوم، لا ينفع لا ندم ولا حسرة، زين؟ فإذا ننتبه، يومئذ يود الذين كفروا، كفى، تذكر كلمة كفى، حتى أنت تجيب الكاف والفاء مرققة، لا تقول كفارو، تفخمها بسبب مجاورتها للراء، الراء مفخمة لأنها مضمومة، ولا تقول كفارو، ترقق الراء بسبب الكاف والفاء المرققتين، فلازم أنا أخلص، كفارو، وأقرأ الراء جيدا خاصة المضمومة، كفارو وعصوا الرسول، شوف وعصا، شوف ما أقول وعاصا، لو تفخم العين لمجاورتها للصاد تقول عا، هي عا،
وعصى، الصاد مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة وهي من أحرف الصفير، أقوى أحرف الصفير، أحرف الصفير ثلاثة، الصاد سين زاي. والواو مضمومة، وعصوا، شوف وعصوا الرسول، الرسول، اللام شمسية اللي جاء بعدها حرف مشدد، الراء هنا مفخمة لأن مشددة بفتح، والراء الساكنة تفخم تبعا لما أدغمت فيه. ولا أقول الرسول، لا أفخم السين، لا أجعلها صادا. إذا سو، ساسي سو، الرسول بهذه الطريقة. ولا أقول الرسول هكذا أكور شفاف الراء، أو أقول الرسول أكرر وهذا خطأ وأخفي تكريرا إذا تشدد الراء، فانتبهوا. الرسول بس، والواو ساكنة قبلها سين مضموم، ما الطبيعة حركتين ولا تفخم السين. سولة سولة وليس صو الرسو، فانتبهوا واسمعوا الأصوات وسجلوا وتابعوا. لو وولين، لو تسوى، على أساس أنه أنت متفاعل مع الآية، لو تسوى، لا، لو تسوى، ندامة الإنسان الندمان شون منكسر منتهي منتهي، فننتبه بارك الله فيكم. لو تسوى، الواو نبر، ليش النبر؟ أحد مواضع النبر في القرآن الواو المشددة والياء المشددة، ولازم نسمع صوت الواوات اثنيناتهم. تسوى، ما أقول تسوى، تسوى أقطع كأنه الصوت، لا، تسوى مستمر وأسمع الواوات. تسوى، ألف ساكن قبلها واو مفتوح الثانية، الواو المشددة الثانية مفتوحة، ما الطبيعة حركتين. بهم، كسرة الباء والهاء، ما تقول بهم به، لا، به، بهم، بهم الأرض، اللام قمرية في كلمة الأرض لأنه جاء بعدها همزة متحركة، الهمزة أبغي حجك وخف عقيمه. والبعض يقول الأ يفخم هذه الهمزة لمجاورتها للراء المفخم، ساكن الراء قبلها مفتوح تفخم، والضاد مفخم مرتبة ثالثة مضمومة، واللام قمرية لازم أنا أبين البينية، البس، الأ، الأ، الأر، الأرض، بهذه الطريقة صفيت، ما أقول الأرض، والراء أعطيها إيش؟ البينية، والقرع للراء والتفخيم، والضاد مفخمة، لا أقول الأرض، لا تجعلها الضاء، الضاد من إحدى حافتي اللسان ومن الحافتين مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، وفي فيديو الضاد كالملعقة، نطق الضاد كالملعقة في اليوتيوب في قناتي، فشوفوه كيف أنه أجيب الميكانيكية للضاد وأتخلص من أنه أجيبها الضاء أو دال مفخم، والاتكاء بالحافتين أو الحافة والملامسة بمقدمة اللسان، ما التكأ مقدمة اللسان، هذا رأس اللسان أو طرف اللسان، تختلف المسميات من بلد إلى آخر. ولا يكتمون، ألف ساكن قبلها لام مفتوح، ما الطبيعة حركتين، يك 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 يك، كم مرة عملتها حتى أبين لك بأنه الهمس لطيف، ما تقول لي يكتم يكتم، هذا مبالغ فيه، هذا مبالغ، أو يكتم يك يكتمون، هكذا يقلقلها، إذن يكتمون يكتم يكتم يكتم، جبت الهمس اللطيف، تمون نضم الشفاه فيها، واو ساكنة قبلها ميم مضمومة، الطبيعة حركتين، نون مفتوحة جاءت قبل اسم الجلال الله تفخم اللام، يكتمون الله، شفت النون مرققة، ما أقول يكتمون الله، خطأ، لا تفخم النون لمجاورتها لاسم الجلال الله تفخم اللام، فإذا النون مرققة. ولا يكتمون الله، ولا تقول الله لو، لا، الله ها ها حديثة، ها مرققة، حديثة كسرة الدال والياء بعدها سكنت، ما الطبيعة حركتين، ونقف في مد العوض حركتين، تنوين فتح عندي، حديثة مو حديثة، لا، حديثة، تنوين فتح جاء بعدها يا، يا أيها، إدغام بغنة، لا أجعلها يا صافية، حديثي، هيا صافية غلط، حديثي يا أيها، هذا الإدغام بغنة مع الياء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. جيم جواز الوقف هنا. يا حرف المد أيها الهمزة في كلمة أيها، إذن مد جائز منفصل يمد حركتين من الطيبة 4-5 من الشاطبية. يا أيها، يا مشدد النبر، ما تقول لي يا أيها آمنوا، لا، هذه كلها إمالات. يا أيها أيها، يا مشدد نبر، وأسمع الياءين، ما أختلس الياء الأولى، أيها خطأ، أو أيها أضغط على المخرج كثير الياء فيتشوه الصوت، يطلع عندي هواء كثير. أيها أيها شوف إذا أقلق قف على يا أيها للاختبار، ما الطبيعة حركتين ألف ساكن قبلها، يا أيها، لكنه ستسقط أو سنحذف هذه الألف منع التقاء الساكنين مع همزة الذين، فتكون يا أيها الهل أيها ال أيها ال، شوف الهاء المفتوحة رأس إلى اللام، يا أيها الذين، اللام اسمية مدغمة مرققة في الذين ومشددة لا تطل جريان الصوت فيها. ألا بس، مش تقول لي الذين، هذا خطأ فأصبحت رخوة. لا تتكي على الذال كما أقول دائما في كلمة الذين، الذين آمنوا، يا ساكنة بعد الذال المكسورة، ما الطبيعة حركتين آمنوا ألف ساكن قبلها، همزة مفتوحة مد بدل حركتين، واو ساكنة في كلمة آمنوا قبلها نون مضمومة حركتين، ما الطبيعي آمنوا، لا، ألف ساكن قبلها لام مفتوح، ما الطبيعة حركتين تقربوا، تا مرقق، قاف مفخم مرتبة رابعة ومقلقلة، إذا قلقلة لازم أنا أضرب المخرج وأهرب بسرعة، ما أقف، تقربوا، هكذا وقفت على المخرج، إذا كيف تقربوا، ولا تقلقل بقاف مرققة، تقربوا، لا، تقربوا، لازم تعطيها تفخيم، إجباري تفخيم. ليش؟ الإمام المتولي يقول فهي وإن تكون بأدنى منزلة، حروف الاستعلاء أدنى منزلة المكسور، فخيمة قطعا من المستفلة، فلازم ننتبه. الراء مفخمة ليه مفتوحة؟ تقربوا، تقربوا، ما الطبيعي؟ لأنه أنت عندك واو ساكنة قبلها باء مضموم، ما الطبيعي حركتين، لكنه ستحذف هذه الواو منع الالتقاء الساكنين، فتصبح كأنه بص، بص من الباء إلى الصاول، لأنه اللام في كلمة الصلاة شمسية جاء بعدها صاد مشدد. تقربوا الصلاة، لاحظتم؟ اللام شمسية، لام جاء بعدها حرف مشدد، الصاد مشددة بفتح مفخمة مرتبة ثانية، ولا أقول الصو، لا تكور الشفة، الصلاة، الصلاة، لاحظتم؟ طبعا هذه اللام تغلف برواية ورش الصلاة، ولكنه برواية حفص مرققة الصلاة، فانتبهوا. وعندك ألف ساكن قبلها لا مفتوح، ما الطبيعي حركتين، وأنتم سكارى، نون تاء إخفاء، أنت أذهب إلى مخرج التاء، ما أقول وأنتم، هكذا ذهبت إلى مخرج النون اللساني وهذا خطأ، ميم مظهرة، وأنتم سكارى، لاحظتم؟ ميم مظهرة، تاء مضمومة نضم شفافيها وأفخمها، وأنتم، لا، وأنتو، وأنتم سكارى، سكا، مش سكا، سكا، ألف ساكن قبلها كاف مفتوح، ما الطبيعي حركتين، الراء مفخمة الياء مفتوحة، سكارى، شوف الألف بعدها فخمت تبعا للراء، وما الطبيعي حركتين لأن ساكنة قبلها راء مفتوح، ولا تقول سكارى، رو، لا تكور الشفة، وانظر إلى المرآة، سكارى حتى، حتى، مش حتى، حتى، ألف ساكن قبلها تاء مفتوح، ما الطبيعي حركتين، تعلم، العين الساكنة تحتاج إلى رباعية، أن تنزل إلى وسط الحلق وتحس بانزعاج في المخرج وكأنه عم تبلع شيء، وأن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر، حتى لا تقلقلها تعلم أو تعلم، عايمة قريبة من أدنى الحلق، ابلع تعلم بهذه الطريقة، تعلموا، واو ساكنة قبلها ميم مضموم، ما الطبيعي حركتين، ما ألف ساكن قبلها ميم مفتوح، ما الطبيعي حركتين، تقولون، القاف مفخمة مرتبة ثالثة، تقو مع ضم الشفاء، واو ساكنة بعدها، ما الطبيعي حركتين، لو، واو ساكنة قبلها لام مضموم، ما الطبيعي حركتين،
ما تقولون، أي حتى تعلم الذي تقولون. ما تقولون أي لا لم تقولوا، فأنت لا تنظر بكيفك حتى تجعلها نافية، هذه ميم موصولة، زين، هذه ما موصولة. حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تعلموا الذي تقولونه، فانتبهوا. ولا جنبا جنون، نضم الشفاه، ولا جنبا جنبا، ألف ساكن قبلها لام مفتوح، ما الطبيعي حركتين جيم نون مضمومة نضم الشفاه، فيها تنوين، فتح جاء بعدها همزة إلا، هذا يظهر. ولا جنبا إلا، نسمع النون المظهرة، لا تقطع صوت النون المظهرة، جيب المخرجين اللساني للنون والخيشومي، لا تستعجل، هذا هو إظهار النون. إلا اللام هذه المشددة، لا تطل جريان الصوت فيها، إلا خطأ، صارت رخوة. إذن إلا، بس إلا عابري، شوف عابري سبيل، ألف ساكن قبلها عين مفتوح، ما الطبيعي حركتين، باء مكسورة والراء مكسورة، نكسرها من نختلس الكسرات وتم الحركات، الراء مرقق لأنها مكسورة، جاء بعدها يا ساكنة، ما الطبيعي حركتين، عابري سبيل، شوف سبي كسرة الباء، يا بعدها ساكنة، ما الطبيعي حركتين، سبيل حتى تنوين كسر، جاء بعدها حاء حتى إظهار، يعني لازم أسمع النون المظهرة، سبيل كسرة كسرة اللام لازم أبينها، سبيل حتى خطأ، سبيل لن حتى، سبيل حتى تغتسل، حتى ألف ساكن قبلها تاء مفتوح، التاء المشددة الثانية مفتوح، ما الطبيعي حركتين، تغتسل، التاء قبل الغين وبعد الغين مرققة، والغين مفخمة، مرتبة رابعة، مرتبة الساكن. الغين الساكن تحتاج إلى دربة لأنه يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس، فلا تجعلها خاء تغتسل، لا تغتسل، ولا تقول البعض هكذا يخرج الغين بتكوير الشفاه، فانتبهوا بارك الله فيكم. الغين من أحرف الاستعلاء السبعة التي هي خص ضاط قيظ، تغتسل، أعطيها تفخيم مرتبة رابعة، تغتسل، كسر السين ونقف بما الطبيعي حركتين، واو ساكنة قبلها لام مضمومة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا سأقف جيم، بس شفتوا كيف أنه كان عندي وقفات، هذه لما تكون عندي طبعا مدود ويعني غنى لازم أجيبها، فأعرف وين أقف وين أبدأ. جيم جواز الوقف هنا على كلمة وأيديكم. الآن وإن كنتم، عندك نون كاف إخفاء قبلها همزة مكسورة، فممكن أمطها أقول وإن، هذا خطأ، أو وإن اختلاس الكسرة وهذا خطأ. إذن آي وإي وإنك إنك إنك، وين رايح؟ رايح على مخرج الكاف، جيب لي إخفاء وغنة إخفاء الكاف، ما تقول وإنك وإن، هذا صوت غريب. وإنك وإن كنتم، نون شوف النون الساكنة ما بين ضمة الكاف والتاء، والنون الساكنة جاء بعدها تاء، فلازم أنا أجيب إخفاء مع التاء، ولا أضم الشفاه في النون، أقول كن، خطأ، صفي، كنتم كنتم كنت كنت، لازم أجيب صوت التاء الإخفاء، ولا أضم الشفاه في النون، كنتم مرضى، ميم كنتم أدغمت في ميم مرضى إدغام متماثلين، صارت ميم مشددة، لو تشوفوا أنه ميم مرضى صارت عليها شدة، بينما لو أقرأها الوحدة مرضى ميم مفتوحة، لكن هذه الشدة إدغام متماثلين بالميم التي قبلها ميم كنتم، كنتم مرضى، من غير كز للشفاه،
ميم مرققة، الراء مفخمة لأنها ساكنة قبلها ميم مفتوح، والضاد مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. فممكن تقول مرضى، وهذا خطأ. ما مرضى مرضى أو، شوف حرف المد في مرضى والهمزة في أو، مد جائز منفصل يمد حركتين من طريق الطيب وأربعة خمسة من طريق الشاطبية. أو واولين مرضى أو على، ما أو على أو لا تسوي هالشكل، نبرتها الواو صارت مشددة، ليونة وسلاسة، ليونة وسلاسة سهولة، على ألف ساكن قبلها لام مفتوح من الطبيعة حركتين. سافرين أتم الحركات، رين مرقق الراء لأنها مكسورة، التنوين جاء بعدها همزة أو، راح يكون عندي إظهار. سافرين أتم الكسرة بعدين إظهار، سافرين أو، واولين أو جاء، ما تنبرها أو جاء، لا أو جاء، اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة جاء مد واجب متصل، أربع وخمس حركات. ما تقول لي جاء، لا تبل صوت الألف، لا تبتسم بالشفاه، لا تسحب اللسان إلى الخلف، لا تجعل اللسان منبسطا. أو جاء أح أأ أأ، شوف همزات متتالية مفتوحة. أو جاء أحد، أحد دن تنوين ضم، جاء بعدها مين منكم، إدغام بغنة، أتم الضم ثم أدخل في الإدغام. أحد منكم، نون كاف كسرة الميم، نون كاف إخفاء، منك منكم مينا، شوف لاحظتم إدغمنا ميم منكم مع ميم مينا، إدغام متماثلين، من غير كز، منكم من الغائط، من ال، شوف اللام في كلمة الغائط قمرية لأنه جاء بعدها الغين المفتوحة، ابغي حجك وخف عقيمه. ولما تكون اللام قمرية لابد لي أن أجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأن عمر ما أطول، من ال، بس الغائط، الغين مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى، واجتمع حرف المد والألف والهمزة في كلمة الغائط مد واجب متصل، أربع وخمس حركات. والطاء مكسورة فراح أنا طبعا إذا وقفت، أنا وقفت يعني الاختبار، أقف بطاء ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى في آخر الكلام مع تفخيم الطاء مرتبة رابعة، بينما في الوصل تكون مفخم مرتبة خامسة لأنها مكسورة. الغائط، الغائط، أو وولين عرفناها بعد احنا. أو لامستم، ألف ساكن قبلها لام مفتوح من الطبيعة حركتين. سين الصفات تكون واضحة وجلية في الحروف الساكنة، سين همس، سين رخوة، سين صفير. لامستم تومون، تومون نتم الضم. النساء اللام الشمسية جاء بعدها حرف مشدد، النون مشدد غنة أكمل ما تكون، اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة النساء مد واجب متصل، أربع وخمس حركات. النساء، مو النساء، لا النساء، فلم، لاحظتم ميم مظهرة، فلم ت، آتي بالمخرج الشفوي والخيشومي، فلم تجدوا، جيدوا كسرة الجيم، ما تقول تجدوا، تجدوا، لا تجدوا، واو ساكنة قبلها دال مضموم مد طبيعة حركتين. ماء، هنا اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة ماء مد واجب متصل، أربع وخمس حركات، ثم بعد ذلك تنوين مع فاء فتيمموا الثنايا العليا لباطن الشفة. ماء فتيمموا، لاحظتم سهلة، ماء أنف، ما أنف، لا أطبق الشفاء حتى لا أخنق الغنة وأجعلها كأنه ميم، دائما الثنايا إلى باطن الشفة. ما أنف تيمموا، ميم مشدد الغنة أكمل ما تكون كما سمعتم، ما تقول فتيمموا صح، لا تنبرها، لا تنبر. واو ساكنة قبلها ميم مضمومة في كلمة فتيمموا ما الطبيعة حركتين. ص ص صعيدة، ما بعد يقرأها سعيدة، سعيدة، هي ليست سين، هي صاد، وصاد مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، وبعد ذلك عندي عين مكسورة، صعيدة يا بعدها ساكنة من الطبيعة حركتين، عندي تنوين فتح جاء بعدها طاء
والطاء مفتوحة مفخم مرتبة ثانية، إذن راح يكون عندي إخفاء بغنة مفخمة مرتبة ثانية. لا أقول صعيدا ضا، لا دا دا صعيدا. شوف تفخيم وإيش تحس كأنه أنا رايح إلى الطاء، ويكون بحسب مرتبة الطاء. صعيدا طيبة، ولا أقول طو، لا طا طيبة يا مشددة نبر، ولا أضغط كثير على المخرج أخرج هواء. طي خطأ أو طيبة أختلس الياء. طيبة لازم أسمع الياءات. تنوين عندي جاء بعدها فاء فامسحه، إذا ثنايا العليا إلى باطن الشفة. طيبة فامسحه، هذه عرفناها. طيبة طيبا فامسحوا رأسا من الفاء إلى الميم، لأن لديها همزة وصل. فم البعض يقرأ فامسحوا، لا تقلقل الميم، الميم ليست من أحرف القلقلة قطبجت لما تسكن، الميم من أحرف التوسط للعمر. فامسحوا بهذه الطريقة هي الصح. واو ساكنة قبلها حاء مضموم، ما الطبيعة حركتين؟ بي بي وو بي بي، بعض يقول بي و بي و جي، ما اعرف شلون يقولها، يعني اقراها جيبها كسرات، كانه هي بوجوهكم بوجوهكم. نضم الشفاه جيدا بالواو والجيم والواو، والواو ساكنة قبلها جيم مضمومة الطبيعة حركتين، اكسر الهاء جيدا والكاف والميم من كلمة بوجوهكم وأيديكم مرققة لا تفخمها، قلل قطر التكوير حتى تطلع معاك مرققة. بوجوهكم وأيديكم بوجوهكم، والميم مظهرة خاصة جاء بعدها واو، لأن الإمام ابن الجزر يقول واحذر لدى واو وفاء تختفي. بوجوهكم وأيديكم، وأي يأولين هذه ساكنة، الياء الأولى ساكنة قبلها مفتوح، وأيديكم ما وأيدي أيديكم، أنت نبرت وهذا خطأ. وأيديكم هكذا جبت أنا الليون والسلاسة فيها اللين، ووقفت بميم مظهرة، لازم الميم مظهرة. إن الله كان عفوا غفورا، إن همزة مكسورة جاء بعدها نون مشددة، الغنة أكمل ما تكون، فممكن أمطها إن خطأ أو أختلسها. إن لا إي، إن الله نون مرققة، نون الثانية مفتوحة قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله، لكن لا أفخم النون. إن الله لا، إن الله ولا أكور الشفاه. إن الله خطأ، الله بهذه الطريقة والهاء مرققة. كان ألف ساكن قبلها كاف مفتوح، راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين. عفو عفو عفوا، واو مشدد النبر هنا، تنوين جاء بعدها غين، تنوين فتح جاء بعدها غين غفورة إظهار. عفوا غ، شفت سمعتم النون المظهرة؟ عفوا غفورا، الغين مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة من كلمة غفورا، والفاء مضمومة نضم الشفاه فيها، الواو سكنت بعدها ما الطبيعي حركتين، الراء مفخمة لأنها مفتوحة تنوين فتح أقف بمد العوض حركتين. غفورا، وإذا استمريت تنوين جاء بعدها همزة ألم إظهار، غفورا ألم بهذه الطريقة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم مظهرة، أن أ لا إتمام الحركات، لازم أسمع الميم المظهرة. ألم ت ت ت مرققة، را مفخم حتى لا تقول ألم ترى ت، لا يوجد لدي الت في الحروف العربية. ت ترى، ولا تكور الشفاه. تارو لا تارا، والراء مفخم لأن مفتوحة. إلى إلى، هذه طبعا ألف ساكن قبلها لام مفتوح، ما الطبيعي حركتين، لكنه سنحذف هذه الألف منع التقاء الساكنين مع همزة الذين. إلى إلى، شوف للذين إلى الذين، ولا تطل جريان الصوت، أعطيها حقها من البينية ليست رخوة، ولا تمسكها ولا تتك على الذال. إلى الذين لا، إلى الذين أوتوا، يا ساكنة قبلها
هذا المكسور مد طبيعي حركتين أو تو واو ساكنة قبلها همزة مضمومة مد بدل حركتين أو تو. هذه الأولى مد بدل حركتين، الثانية واو ساكنة قبلها تاء مضموم مد طبيعي حركتين أو تو نعظم الشفاه أوتونا نا ناصي وليس نا نا ناصي. ليش تسويها نا؟ لأنه جاورت الصاد المفخم مرتبة أخيرة خامسة، فأنت تقول نا هي نا نصيبة نا نصيبة بهذه الطريقة. عندك يا ساكنة قبلها صاد مكسور ما الطبيعي حركتين، تنوين فتح جاء بعدها ميم إدغام بغنة لأنه ينمو، هذه أحرف الإدغام بغنة من غير كز. نصيبا من مين كسرة الميم من الكتاب، الكتاب اللام القمرية اللي جاء بعدها حرف متحرك، الكاف مكسور والكاف من أحرف القمرية، أبغي حجك ك وخف عقيمه. ولما تكون اللام قمرية لازم يجري الصوت فيها فترة زمنية بسيطة، من البس من الكتاب كسرة الكاف كي وألف ساكن قبلها تاء مفتوح ما الطبيعي حركتين، الكتاب يشترون يشين تفشي. تتجلى الصفات في الحروف الساكنة، شين يجري فيها الصوت رخاء ويجري فيها النفس مهموسة، يش ولا تقول يش يش لا يش يش وسط اللسان، تحكم بش تحكم 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 أنت جيدا بالشفاه، وانظر إلى المرآة يش وليس يش. يشترون تاء مرقق، راء مفخم للمضموم فلا تفخم التاء لمجاورتها للراء تقول يشترون، خطأ يشتروا يشتروا، الراء لازم تقرأها، الراء لازم تقرأ رو، أي يشتروا واو ساكنة قبلها راء مضموم ما الطبيعي حركتين، الضلالة اللام الشمسية اللي جاء بعدها حرف مشدد، الضاد مشددة بفتح مفخمة مرتبة ثانية الضاء، ولازم أسمع صوت الضاد الساكنة رخاوة واستطالة الضاء، الضلالة الضلالة ويريدون الضلالة ويريدون، ألف ساكن قبلها لام مفتوح ما الطبيعي حركتين، ويريدون الراء مراققة لام مكسورة، ويريا ساكنة بعد الراء المكسورة ما الطبيعي حركتين، دون واو ساكنة قبلها دال مضموم ما الطبيعي حركتين، ويريدون أن هكذا أنت أنت نون تاء إخفاء، أذهب إلى مخرج التاء ما تقول لي أنت ظل، هذه إظهار ذهبت إلى مخرج النون اللساني وهذا من الأخطاء الشائعة فيجب أن تنتبه. أنت أنت ضي ضي ضل، الضاد تضرب يعني ضي ضي وليس ضي، تظل تظل هذه الضاء وما مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة واللام مشددة لا أطيل جريان الصوت فيها حتى لا تصير رخوة، تضل السبيل بهذه الطريقة. شوف هي تضل راح تكون ما الطبيعي للواو ساكنة قبلها لام مضمومة اللام الثانية من المشدد، لكنه سنحذفها هذه الواو وصارت رأسا لام إلى السين لأنه كلمة السبيل اللام الشمسية جاء بعدها حرف مشدد فصارت تضل السبيل، حذفنا الواو منع الالتقاء الساكنين، تضل السبيل سين لازم أجيبها أني بالصفير وبجريان للصوت والنفس، السبيل أقف المد العارض للسكون كما سمعتم ست حركات وأسمع اللام بالأخير السبيل ببينية، انتهت الصفحة. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.